الموضوع الثاني هو نرجع شوي على الانتخابات تاع النادي الافريقي ونذكروا بشنو صار في الاسبوع اللي فات واللي صار لانه لجنه الانتخابات كانت خرجت بيان اعلنت فيه رسميا على انتهاء المسار الانتخابي في النادي الافريقي بعد لا قائمه البغديري ما طعنتش في القرار نتاعها وبعد 48 ساعه يولي القرار نهائي. لهذا هبطوا بيان لانه مؤخر شويه هبط بعد مش بعد 48 ساعه هبط من بعد وكانوا اكدوا لانه المسار اوفى وبالتالي ترجع الكرة لعبد السلام اليوسف. كنا هذا حكينا فيه في الحلقة اللي فاتت وكان كنا عرضنا شنو اللي سيناريو اللي مازالوا اللي نجموا يصيروا بعد لا يعني سقطت قائمة محمد البغديري. وكان بين لي سيناريو اللي حكينا اليوم اللي هو السيناريو هذا لأن الكرة ترجع لعبد السلام اليوسف ويرجع كل شيء أزيرو وكأنه ما عملنا حتى شيء وهذا اللي صار بالضبط. مجموعة المحامين المنتمين للنادي الافريقي على راسهم احمد التونسي ومحامي كلوبيست كانوا عملوا قدموا عارضة وطعن للجنة الانتخابات بتو لجامعة مسيري كرة القدم محضر تنبيه وكانوا طالبوا بانه باحترام القانون الاساسي للنادي الافريقي بوسكو القانون الاساسي للنادي الافريقي ينص على انه اذا كان الانتخابات ما تمش لازم يعاودوا يعطوا دات جديدة متاع انتخابات جديدة في مدة اقلها شهر و أقصاها شهرين يعني ما بين شهر وشهرين تم عقد جلسة انتخابية ثانية. وكما هنا يزون عتكي يعني جامعة مسيرة كرة القدم ولجنة الانتخابات بصفة خاصة أنهم ما احترموش القانون الأساسي النادي الإفريقي. لكن بالرجوع للقانون الأساسي النادي الإفريقي هنا ثم تفسيرات ثم تأويلات إلى آخره أنه وقتاش يتم الدعوة لجلسة عامة ثانية إذا كان ما فماش تقديم ترشحات ألوركو في الحالة هذه كان ثم ترشح موجود اللي هو قائمة على محمد البغديري كان موجود ترشح وكان قدم الأوراق متاعه لكن معناه تحت بعد بوسكو القانون لكن القانون الأساسي يحكي في صورة أنه ما فماش ترشحات كومبليتمون دونك تتعمل يعني تاريخ ثاني للانتخابات دونك هذا ماهوش للواقع امتعنا دونك ثم دي كونتراديكسيون كل واحد كيفاش يقراها طريقته لكن هذا اللي صار اون فان كونت. طارق العلامي اللي هو محامي كلوبيس كما تعرفوا وخبير في القانون الرياضي كان اعطاه رايه كمحامي وككلوبيس زادا وكان معناها اعتبر لانه محضر تنبيه توجه للجهه الخطا بالنسبه لي هو لجنه الانتخابات في جامعه مسيره كره القدم كانت خدمتها اعتمدت على القانون الاساسي احترمت القانون الاساسي باش كان ثم ترشح البغديري وتحت القائمه دونك مش كما يحكي القانون الاساسي كبدا ما فماش حتى ترشح كومبليتمون دونك رجعت الكره لشكون رجعت لعبد السلام اليونس دونك في الحاله هذه كان الطعن لازم يمشي محضر تنبيه كان لازم يمشي لعبد السلام اليونسي مش لجامعة مسيري كرة القدم دونك هذا حسب تفسير متاع طارق العلامي. دونك كما تعرفوا الجمهور الافريقي عنده ثقة كبيرة برشا في طارق العلامي ككلوبيست وكسبيسياليست وكمختص في القانون الرياضي دونك يعني تفسيره كان لاقى قبول كبير من جميع النادي الافريقي وثم لوجيك في الكلام زاد ثم لوجيك دونك نورمالمون نورمالمون كان الطعن يمشي للإدارة تاع النادي الإفريقي دونك احنا ديما اون سوبوز دي كيستيون اسكو فريمون في النادي الإفريقي عندنا عباد معناها عندهم ان سارتان نيفو يمكنهم بأنهم معناها يديسيد وإلا يدخلوا في ما كل ما يهم النادي الإفريقي ديما شاك فوا نكتشفوا بلأنه ما عندناش فريمون كفاءات في النادي الافريقي كوم لو كا معناها مجموعه من المحامين يمشوا بان سونس غالد كومبليتمون يتاكوا في لجنه الانتخابات هما ما عندهم حتى دخل دونك ديما اون سوبوز دي كيستيون كيما في وقت قبل الانتخابات زاد كنا حالين باب مزدوج كبير في حق اللي عايشين برا في الانتخاب ولات محامين ويمشوا في الضغط على الجامعه يلخ 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 وفي الاخر نكتشفوا بانه بالقانون الاساسي وانا بال دروا يعني جمهور برا ما عندوش الحق قانون يعني بقانون الفيفا بقانون إيه تحب انت مع لازم تكون حاضر حضور جسدي دونك هذه كيفاش محامين تاعنا ما يعرفوهاش خسرنا بمده طويله في النقاش مع لجنه مع الجامعه وعلى الكل احنا وانا ما با معناها ريزون دونك ديما شاك فوا تلقى حاجه تخلينا ديما اون سوبوز دي كيسيون وينهم مش كبارت بركة هذه وفات الحكاية هذه أما حتى الكفاءات ما عندناش دونك بعد الحكاية هذه كل دونك ديورون البيريود هذه كلها واللي صار في الانتخابات القائمة تاعها طلعت هبطت إلى آخره كان يعني
محمد علي بوغديري كان ابسون معناتها حتى تصريح، لكن اظهر دانييرمون مع صاحبي بكار وكان عطاه تصريح مطول كان حكى فيه بالضبط على شنو صار وكيفاش وصلت الورقه نتاع الاكيفالونس نتاع شهاده المعادله نتاع البكالوريا، كيفاش وصلت لايديه، شنو صار بالضبط وكيفاش وصلت لايده الورقه هذه. دونك نسمع التصريح مع بعضنا باش نحاولوا ناخذوا كان المهم في التصريح اللي حكى على برشا حاجات هو، لكن مش ناخذوا اهم النقاط. لكن زاد اذا كان تحبوا تسمعوا التصريح كامل موجود اللي تحت الفيديو، نسمع مع بعضنا ملخص لتصريح البوغديري. يا اخي ما باش نعمل ليستا وحدي، واضحه الوثائق المطلوبه اللي الوثائق المطلوبه اللي يلزمهم يتحضروا. اول الوثيقة نعرفها فما اشكال كبيره عليها وصايم عليها ضجه كبيره، هي معادله البكالوريا. انا بصفتي مترشح لرئاسه النادي الافريقي قبل بطبيعتي قبل الانتخابات، اول دراسه يلزمني نعملها هي معناها الوثيقه هذيك، يلزمني نعرف شنو حقيقتها. بشكون باش نتصل؟ بتنتصل يا برئيس لجنة الانتخابات يا برئيس الجامعة. فضلت وقتها رئيس الجامعة خاطر أنا رئيس الجامعة بسيفتي نتفرج برشا في حصص رياضية، نعرف السيد يتكلم كان بالفصول والقانون. دونك خممت قلت أقرب إنسان يلزمني نهز الوثيقة نهزو رئيس الجامعة. قابلت مع رئيس الجامعة أو قبل بنهار من المسار الانتخاب، عرضت عليه الوثيقة، تحدثنا في أمور أخرى كذا، وليت وصل من الوظيفه، كان شاف الشهاده العلميه نتاعي اللي هي نتاع درس التكوين، خاطر انا عامل بكالوريا معدي البكالوريا ومعناه وعندي معايناتي. ومن بعد جا الكونكور هذا نتاع التكوين الدولي معناه في تبع وزاره التنميه الاقتصاديه، قريت عامين ونص ومن بعد اشتر وكملت اشتر عام وتخرجت مساعد تقني. المساعد التقني اللي هو يعطي في السلم الوظيفي في كاتيجوري بي عام 98. قال لي الوثيقه هذه يا سي محمد علي راي باهيه تكفي. انا فهمت وقت فهمت اللي انا وثيقي الاول وثيقه قانونيه اموري واضحه، توا باش نخمم مش حضر ليستا وباش نحضر برنامجي وباش نفهم روحي وكذا. شنو اللي صار وقتها؟ عاد بدينا نفتح ذي الاوراق، حضرت لي بابيي نتاعي وانا بطبيعتي لقيت صعوبه باش نعمل ليستا، خاطر برشا ناس وعدوني وتعرف انا او ابريتو اسم جديد خدمت فيها كابر نادي الافريقي ومدت في الشبان، اما ما زلت جديد نتسمى في الساحه نتاع النادي الافريقي. مثلا مش تكلم انت اشخاص مثلا يقول لك خويا ما نخاطرش باش تحط معاك في ليستا، جو بريفير راني نخدم معاك في الاكزيكوتيف وفي الليستا لا. وبرشا شخصيات قابلت معاهم وكذا وكذا، وكان برشا حديث مذومة، والمسؤولين اللي نجحوا 2015 و2016 و2018 الكلهم قالوا لي موافقين كان تطلع القائمة نحن نكونوا معك. وديجا كان عندهم شك هما في حكاية القائمة اللي هي مش بتطلع. ما راعني خويا لتريس نهار 13 اللي انا عمري ما حسبته، كي قدمت الوثائق نتاعي بالنسبة لي انا الوثيقة اللي نقصتني هي البلتان نمبر 3 لوكاتورز. كلمني رئيس الجامعه قعد معايا ساعتي دقيقتين و50 ثانيه، قال لي محمد علي رانا، قلت له سواديه ما عنديش مشكله راهو في المعادله راهو معناها السلم الوظيفي نتاعي يكفي. قال لي جيب المراجع القانونيه وجيب البراهين. مراجع معناها هذا بعد ما قال لك باللور راهي الشهاده هذه تكفي. اي انا ما نجمش كيفاش كان الشيخ قال لي ما تكفيش، ما نعملش قائمه من اصله، انا ما نخممش. نهار 15 يدخل هذا الصديق الخائن هذا وحاسيله وزوجته تخلى على الخط، انا قاعد في الدار كملت المسار الانتخابي نتاعي. يجيك سيد طلعت ناس تبع فيا بصفتي انا نتبع الوزارات، يجيك سيد يجيب لك ديشارج تغزل تلقى ودي شارج. لا بس دي شارج كيفاش تم؟ ما فماش يجيب لك دي شارج. كيفاش تمت العمليه؟ كيفاش تمت العمليه؟ يا بابا انا نهار 15 باش نمد المراجع نتاعي، جاوني زوج اشخاص بشهاده الناس الكل، قال لي تحب تاخذ شهاده معادله؟ قلت له كيفاه؟ بصفته هو السيد هذا يحكي لي يعرف فلان وفلتان وفلتان. انا وقتها في مخي قلت انا كلمت شخصيات وطنيه وكلمت برشا عليه، والوزاره هذه 13 14 بحلاها انا. 13 14 بحذا وصلت قلت الناس كل هذه ظهر فيها الناس دخلت
وكلمت حتى مشيرة سي حمو هذه، كلمت الناس الكل، قلت بالكش الناس الكل تدخلت باش انا ناخذ الوثيقه. وزدت ما نعرفش الوثيقه اللي هي يلزمها شهر واثنين وثلاث شهور، خاطر الوثيقه المعادة هذه طلعت يحب لها اشهر. مش مشكله، اعطينا كيفاش تمك. جاك السيد هذا ومرته. السيد هذا مدي خذا من عندي الوثيقه، قال لي بطاقه تعريف، ما عنديش حتى الشهاده المدرسيه، مديته نسخه بطاقه تعريف ومديته الدبلوم هذا. في العشيه رجع لي هو صديق ليا، نلقى ديشارج من وزاره التشغيل. ايوا. قال لي راهي سي محمد علي كي جاب لي اعطيته بطاقه تعريف الواحده. مشى صبتها زوجته خذت فيها ديشارج. كي جاني العشيه الستة ونص انا نلقى ديشارج من وزاره التكوين وفيها بالنسبه لي انا، فهمت؟ مين مش نعرف اللي باش يفعل ورقه وجاب لك الوثيقه من بعد. ايدي فما توا سير السيد هذا، قلت لك عشت 13 سنه ما عندي معاه حتى شكايه، عمري ما صارت اعوذ بالله. احنا هذا فما انسان فما حاجات بيزار. جاب لك الورقه؟ الورقه باسمك. جاب لك المعادله؟ ما جابليش الورقه. جاب لي ال 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 المطلب اللي صبوا ديشارج. المطلب اللي صبوا. ايه. هكا ولا؟ نهار 16 انا الصباح كي قمت رجعت الى عاده في السياق بتاع محمد علي بصيف تري في الجامعه نهار 15 مشيت للوزاره قعدت ندو ل 11 نتاع الصباح. 11 نتاع الصباح. دي الوثيقه. معادله. المعادله. المعادله. كي جات الوثيقه نتاع المعادله جات في شوميز بلو. هو بجنبي في السيارة وأنا في السيارة. ألو كلم فلان باش يعمل كوبي كونفور. بالنسبة لي أنا كي نغزل الورقة غزرت. غزرت ليكيفالونس ونلقى الطابع. ما غزرش للدات اللي موجودة غاديك. يدخل هو بها يزرب يعمل الكوبي كونفور ومن بعد خنيتي ديريكت للجامعة. كي مشيت للجامعة ياخذها الأستاذ السمراني. انا مازلت كي خذيها الاستاذ سوان شاب الجامع وما راعاني. المعلومات اللي عندي انت اول ما جاتك بعثتها للسيد وديع الجرير. اي نص نهار ونص بعثها وموثق عندي انا اللي بعث. انا صاحبي انا ما تصورتش حكيت هذيك على حسن نيه.